لما اتكلم عن والدك الله يرحمه، يعني عايز اتكلم عن سعد الصغير، هو عايز منك ايه؟ ما اعرفش يعني، ما اعرفش دي اسميها غيره، اسميه ايه يعني، سوري في الكلمه، انا صرم، ما اعرفش. المفروض تساله له هو، مش تساله لي انا. طب بيغير منك ليه؟ ما اعرفش يعني، انا اول مره اشوف راجل يعني. هو بيغني من قبلك بكتير وانت ست وهو راجل، ملهاش علاقه. انت شايفه نفسك انجح منه في حته تانية؟ انا الحمد لله انا بقيت في حته تانية، ما تقارنش. في شعب يعني طلعت ان انتوا كنتوا متجوزين، ده حقيقي؟ ده امتى ده بقى ان شاء الله؟ اتقال وضحي. لا اللي يتقال يتقال. لا انا الحمد لله ما سمعتيهاش؟ لا ما سمعتهاش. انا سمعت ان احنا كنا باين هيخطبني او حاجه كده، اتسالت برضو في برنامج ان هو انتوا كان طالع عليكم انتوا مخطوبين او هتخطبوا. طلع ده امتى بقى ان شاء الله ده وانا متجوزه؟ طيب يعني ممكن تفسري لي ليه متضايق منك، وليه دايما يعني بيتكلم عنك، وكان بيعمل ايه يعني، عايز يوصل لايه في انا مش في زياره والدك؟ انا عايزه اساله، انت عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ ولا ده لمصلحه مين بالظبط؟ ولا انت بتعمله ده عشان انت شايف ان انت ما بقتش زي زمان، فانت بتعمل شو، بتعمل اي بروباجندا عشان الناس تاخد بالها منك؟ يعني انا لحد دلوقتي انا عامله بالعيش والملح، عامله بحته ان احنا كنا اصحاب زمان واخوات، وعامله بالعيش والملح. انت عايز ايه؟ ليه مركز في حياتي اكتر مني؟ ليه ما بتصدق ان يطلع عليا اي كلمه ولا اي حد يقول عليا اي حاجه، تروح ناطط زي الفرقعلوس كده وتقعد تفرش الملايه؟ ايه الجو ايه ده ايه الاسلوب ده، ايه الجو البلدي ده بجد، مش فاهماه. انت ولا مره رديتي عليه؟ ولا مره ولا عمري هرد اساسا، عشان انا اكبر من كده بكتير. طب نزلوا لها الرساله اللي قالها معايا كده. اقسم بالله يا بوسي، اطلعي احلفي بالمصحف، بالمصحف، ان قبل ما اعمل الشقه اتصلت بيكي وبمين مدير اعمالك، قلت لك انا هعمل مع ابوكي 1 2 3 4 5 6، وهنقول انت اللي جبت الشقه وانت اللي عملت كله، ونصالحك على ابوكي. ايه رايك حضرتك؟ وبعدين رفضت، يبقى انا كده بتكلم لحد تاني؟ ده قبل اي حاجه. لا ردي بقى، انا عايزه اعرف. بصي يعني هو كان على الكرسي ده وقال الكلام ده السنه اللي فاتت. تمام. او انا مثلا مستنيه حد يعمل الكلام ده لابويا؟